إذن بشأن المنحة الحكومية المقدمة لفئات معينة من الشعب العراقي في ظل أزمة اقتصادية خانقة، ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي الدكتور سناء عبد القادر. دكتور سناء، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون في شهر رمضان ما يتطلبه من احتياجات، لكن الغلاء غلاء الأسعار حرم فئات اجتماعية واسعة من تلبية احتياجاتها. دكتور، هل ترى أن الغلاء الذي يضرب العراق حاليا مبرر نوعا ما؟ أنا باعتقادي غير مبرر. نعم. لأنه بالإمكان أن نحد من الغلاء إذا اتبعنا سياسة سعرية جيدة في البلد. نعم. وهناك مبررات كبيرة. لماذا؟ لأنه العراق عنده توجد ثروة مالية كبيرة. طيب. وخصوصا بعد ارتفاع سعر البرميل من النفط إلى حوالي 130 دولار البرميل. نعم. الميزانية العراقية عندما حسبت على أساس 45 دولار للبرميل. نعم. العام الماضي. الآن هو السؤال، هذا الفرق في التسعيرة لماذا لا يستغل لصالح الشعب العراقي؟ لماذا يعني كيف يتم ذلك؟ لرفع مستوى المعاش الشعب العراقي. نعم دكتور، هناك يعني المواطنون العراقيون يقولون بأنه الفرق في سعر برميل النفط يجب أن توزع هذا الفروقات على الشعب العراقي. هل هذا حل منطقي نوعا ما دكتور سناء؟ أنا باعتقادي هذا حل غير منطقي. نعم. لأنه عندنا توجد تجربة من في دول أخرى عربية وغير عربية. أنا باعتقادي لو نستغل ونستثمر هذا الارتفاع في عوائد النفط لبناء اقتصاد متين، يعني بناء قطاع صناعي، بناء قطاع زراعي، بناء إنشاءات مساكن، بناء طرق، مطارات، وإلى آخره وإلى آخره، وجسور. يعني نستثمر أموالنا التي نحصل عليها من عوائد النفط في بناء البلد، وسوف يرتفع المستوى المعاشي للشعب العراقي تلقائيا عندما ينشط القطاع الصناعي، عندما ينشط القطاع الزراعي وإلى آخره. لماذا؟ لأنه توجد في العراق، بالعراق توجد تركيبة بنيوية متأخرة، يعني الاقتصاد العراقي يمر بأزمة تركيبية في القطاع الصناعي وفي القطاع الزراعي وفي بقية القطاعات. لماذا؟ لأنه يقاس تقدم أي بلد بتقدم هذه القطاعات، وخصوصا الصناعي والزراعي. لماذا عندما كنا في سبعينيات القرن الماضي كان العراق يحتل مرتبة قوية بين الدول العربية والأجنبية، بالمرتبة الأولى بين الدول النامية، وهذه معطيات للأمم المتحدة وليس من جيبي. شايف كيف؟ عندما كان القطاع العام يلعب دور أساسي في بناء الاقتصاد الوطني العراقي. احنا الآن بدي اشوف انا يعني مشكلة في الزيت، مشكلة في الطحين، مشكلة في مسألة المواد الغذائية في ارتفعت اسعارها بنسبة 40% الآن في شهر رمضان الكريم. لماذا؟ لأنه كان سابقا لدينا اقتصاد وطني متين، كنا نصدر الزيوت النباتية الى دول الخليج، لعلمك طبعا الى 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 الكويت وغير الكويت. انا اكتبت طروح الدكتوراه عن صناعه الزيوت النباتيه بالعراق، واعرف جيدا كم كان العراق يصدر منتجات صناعه الزيوت النباتيه، ليس فقط الزيوت المهدرجه وغير المهدرجه وانواع الصوابين وانواع مساحيق الاسنان وهلمجرى والصوابين وهلمجرى، كنا نصدرها إلى الخليج. حتى الثروة الحيوانية والنباتية كانت تصدر في سبعينيات القرن الماضي، وخصوصا في الأعوام 1976 1977 1978. أنا كتبت عن هذا الموضوع في طروحة الدكتوراه. أين نحن الآن؟ نعم دكتور، في السبعينات. دكتور قلتم في معرض كلامكم لمواجهة غلاء الأسعار لابد من اتباع سياسة سعرية في البلد، كيف يكون ذلك؟ هل شرحتم لنا بشيء من التفصيل دكتور سناء؟ عندنا يوجد
المفروض أن يوجد نعم. الجهاز المركزي للأسعار حسب ما أعرف أنا، طيب. حسب ما كان كذلك كان في سبعينات القرن الماضي. من مهمة الجهاز المركزي للأسعار اللي طبعا هو تابع لوزارة التخطيط وتابع إلى الجهاز المركزي للإحصاء أن يقوم بهذه المهمة، أن يدرس نسبة ارتفاع الأسعار وكيف يمكن معالجتها عن طريق تغطية أما يعني أوامر من الدولة بالالتزام بتسعيرة الدولة كما كان سابقا في سبعينيات القرن الماضي. وهناك رقابة قوية من قبل الدولة، ليس فقط من وزارة التخطيط وإنما من وزارة الصناعة، من وزارة الزراعة، من وزارة التجارة، كل هذه الوزارات التي تهمها ثراء ورفاهية الشعب العراقي طيب هي دكتور، عليها التي يقع عليها عاتق متابعة الأسعار دكتور كما وتطبيق تعرفون، الأداء. كما استمعتم، الحكومة الحالية من جهتها يعني أعلنت صرف منحة 100,000 دينار لمواجهة غلاء الأسعار. كيف تابعتم هذه التدابير؟ هل هي منطقية لمواجهة الغلاء دكتور؟ حبيبي يعني منطقية لفترة قصيرة، نعم لأنه هذه المساعدة هي فقط لشهر واحد، يعني لشهر رمضان. طيب وماذا نعمل بعد ذلك؟ عندنا لو احنا لماذا نقدم مساعدات؟ لو قدمنا مساعدات في القضاء على البطالة التي هي 40% الآن نعم مستشرية، هذه مشكلة هي. لو قضينا عليها طبعا لعاش العراقي بحبوحة، العراقي يعيش على بحيرة من النفط، أين هو النفط؟ صحيح صحيح نصدره، صحيح، لكن هل استفاد من ذلك الشعب العراقي؟ ما هي هذه اسمها مفردات القائمة التموينية أو إلى آخره، يعني هاي المسائل لم تكن موجودة آنذاك. طيب بسبب الحرب من 2003 لحد الآن الحرب راحت، طيب وفينا وسددنا الديون التي بذمة العراق جراء احتلال الكويت، طيب العين وعلى الراس. طيب طيب والآن لماذا نستغل هذه الفائض في الميزانية لرفع المستوى المعاشي للشعب العراقي؟ ولكن هناك من يقول، يعني جهات حكومية تدعي بأن غلاء الأسعار ارتبط بالحرب الروسية الأوكرانية، كيف ترد على ذلك؟ أرد ببساطة، نعم أنا كذلك عملت ندوة مع الحزب الاشتراكي المصري قبل حوالي 10 أيام عن الحرب الروسية الأوكرانية، لأن أنا خريج أوكرانيا نعم 1981، أنا درست الماجستير والدكتوراه في أوكرانيا جميل وحضرت في مدينة دانيسك اللي هي عاصمة الدنباس اللي هي الآن نعم الحرب عليها نعم القائمة. زين في أنا الأقليم لا أصدق بذلك، أنا من المتابعين يوميا للقنوات الروسية باللغة الروسية لأني خريج الاتحاد السوفيتي يعني. طيب لا تؤثر، لماذا؟ أنا أقول لك لماذا، لأنه العراق الآن أنا قرأت اسمه إحصائيات أنه العراق هو تقريبا سنويا يستورد 1,000,000 طن من الحنطة، زائدا طبعا في 60% اللي هو هسه هاي السنة اللي راح يوفره، طبعا هو سنويا يستوفي حاجة العراق ولا يستورد حنطة. طيب لماذا؟ السبب لأنه الآن بسبب مشكلة المياه مع دول الجوار وخصوصا إيران التي قامت بإيقاف 5 أنهار التي تصب في أنهار العراق خصوصا نهر دجلة. طيب وكذلك سوريا وكذلك تركيا، مو مشكلة الآن حسب الإحصائيات أنه 60% من إنتاج الحنطة سوف يسد حاجة الشعب العراقي. ممكن من ال يوم 40% مليون طن، من أين يتم استيرادها؟ من أوكرانيا أو روسيا دكتور؟ ممكن يتم اشتراء، لا من روسيا، لا روسيا عندها فائض طيب عن طريق تركيا. اذا طيب واحد يسالني يقول لي والله الان روسيا تتعرض الى عقوبات، ها طيب نعم مو مشكله عن طريق تركيا، عندنا علاقات جديه وتركيا نعم وتركيا عندها علاقات جديه ويا روسيا. طيب انا قرات كذلك بالانترنت انه العراق يستورد، شوف، من كندا، من امريكا، من استراليا. تصور بعد هذه الدول عن العراق وكيف تكون تكلفه استيراد الطن الواحد من الحنطه. قل لي انت اضعاف ما اضعاف مضاعفه لتكاليف استيراد الطن الواحد من الحنطه من روسيا عبر تركيا، نعم وانا المسؤول اقتصادي. يا اخي هذا كل هذا، شوف هذه تبريرات واهيه العلم يدحضها بسهوله في الوقت الحاضر.
تفضل دكتور. بسؤالي الأخير يرجى الإجابة من جنابكم الكريم باختصار، كيف للعراق أن ربما يجتاز يعني غلاء الأسعار؟ ما هي الحلول المنطقية الآن في هذا الظرف الحالي؟ الحلول المنطقية الآن أنه مراقبة الدولة للأسعار. وأرجع مرة ثانية، الجهاز المركزي للأسعار هو المفروض وهذا واجبه أن يراقب ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية بالدرجة الأولى. عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي الدكتور سناء عبد القادر، شكرا جزيلا لكم.